بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نختتم النهاردة رحلة الصوم، القراءات فيها إشارات كتيرة عن الدينونة، ودايما النهاية بيبقى فيها حساب. أي ختام يبقى فيه حساب، يبقى فيه دينونة، وكل واحد بيقدم حساب الوكالة بتاعته. اللي جمع محصول كويس يتمتع بيه، واللي كسل يجوع، واللي أهمل يتحاسب. فدايما الختام بيبقى فيه حساب وفيه حكم وفيه دينونة. عشان كده قراءات النهاردة فيها إشارات كتير عن كده. وفصل الإنجيل اللي احنا سمعناه دلوقتي متاخد من لوقا 13، السيد المسيح كرر نفس الكلام عن أورشليم في لوقا 17، في لوقا 21 عن دينونة أورشليم. أورشليم نموذج لينا، ربنا عمل معاها كتير، ثبت الهيكل بتاعه فيها. يعني من وهم طالعين من أرض مصر وموسى بيقول لهم في مكان معين ربنا هيحدده، ده المكان اللي هيسكن فيه معاكم، والعبادة تكون في المكان ده، والتجمع مع ربنا ولقاء ربنا يكون في المكان ده. خلوا بالكم المكان ده موسى ما شافوش، يعني موسى مات وهو لسه قبل ما يدخله، ولا هم كانوا يعرفوا فين المكان ده. والحقيقة انه ما تحددش المكان غير بعد موسى يمكن ب450 سنة في عهد داود، لما ربنا قال انا اخترت المكان ده. ان هم بعد موسى بعدوا خالص وعبدوا الاصنام، ومضت فترة فظيعة بتاعت القضاء. على رأي النص بتاع الانجيل لما بيقول كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه، بعده خالص هيكل ايه بقى وعبادة ايه والتفاصيل بتاعت خيمة الاجتماع اللي كان موسى عطيها لهم بالتفصيل، كل ده اتجمد. وكان للأسف الشديد كانوا مهتمين بس بمظاهر معينة، لدرجة انه في مرة من المرات داخلين حرب مع الفلسطينيين، ده جت في عهد صموئيل النبي في اخر عهد القضاء، هو صغير لسه، وكانوا أشرار. فداخلين قالك عشان نغلب الفلسطينيين ناخد تابوت العهد معانا، كأنها يعني وصفة سحرية، ناخد تابوت العهد معانا علشان ايه نغلبهم. اتهزموا، والكهنة ولاد علي الكاهن اتقتلوا، وتابوت العهد اتاخد مسبي، تابوت العهد الذهب اللي فيه لوحي الشريعة، اللي فيه عصا هارون، اللي فيه قسط المن، اللي فيه حضور الله، اتسبى اتاخد، خدوه الفلسطينيين. وربنا ده تعويذة يعني استعملها، ابقى ماشي على حل شعري بعيد عننا يعني، وماشي وحش، وبعدين ابقى استخدم ربنا كده تعويذة؟ لا مش تنفع. الفلسطينيين اخدوا التابوت وما كانوش متوقعين، ما كانوا بيخافوا من الاسرائيليين، إن عارفين إن ربنا معاهم. اتفاجئوا إن في إيديهم قدس أقداس اليهود، ما بقوش عارفين يعملوا إيه، برضو كانوا خايفين، فلسطينيين معاهم التابوت وخايفين. فراحوا قالوا نبيته فين؟ حطوه في بيت الإله بتاعهم، إله وثن، ده اسمه داجون. قاموا الصبح لقوا داجون ده على وشه مقطوع إيديه وراسه قدام تابوت عهد الرب، وبعدين مش عارفين برضو يعملوا ايه. فضلوا 3-4 شهور جالهم امراض عنيفة، لدرجة ان هم عملوا وساطة مع بتوع اسرائيل وراحوا حطوا التابوت على عجل، وعلى عجلة كده بيجرها ثيران، وزقوا الثيران عشان تمشي تدخل منطقة اسرائيل ويبعدوا عنهم الخطر. مهم انه اورشليم بعد كده اتبنت وتثبتت، واتبنى فيها الهيكل قبل مجيء السيد المسيح يمكن سنة 1000 قبل الميلاد.
بقى فيها هيكل وبقت رمز لحضور الله في وسط شعبه. أورشليم دي تمثل كل واحد فينا، زي ما ربنا تعب مع أورشليم تعب مع كل واحد فينا، زي ما اهتم بأورشليم اهتم بكل واحد فينا، زي ما سنين طويلة يعلم ويلاطف ويرعى أورشليم بيعمل معانا ويسامحنا ويغفر لنا ويدينا فرصة ويدينا فرصة وراها ويدينا فرصة وراها كمان للتوبة. ولكن جه في الآخر بيقول كلام النهاردة صعب صعب، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. ياه ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ مفيش فرصة تانية؟ ليه يا رب؟ يعني أنت ترضى بالخراب؟ هي دي ده اشتياقك؟ قال لا مش اشتياقي، لا هوذا بيتكم، ما بقاش بيتي، ما بقاش بيتي، كان الأول بيتي اللي أنا بفرح بيه وبتيجوا تجتمعوا في حضني، لكن ما بقاش بيتي، بقى بيت تجارة، بقى مغارة لصوص، بقى مكان كله شر وكله خبث وكله طمع وكله كبرياء. فين بقى؟ بقى بيتكم مش بيتي أنا. أنا خلاص حاولت كتير، كم مرة أردت أن أجمع وانتوا بتفرقوا، كم مرة حبيت أخدكم في حضني وانتوا مش عايزين. طب يا رب يعني إيه بس تسيب البيت خراب؟ هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. دي مدينة أورشليم دي مركز حضورك، مركز العبادة. هل الحب الإلهي بتاعك اتغير اتحول لبغضة؟ هل الصبر نفذ وبتنتقم؟ فين يا رب طول أناتك؟ فين صبرك؟ الحقيقة إنه المسيح لسه عنده رجاء، وبيقول الكلام ده هو بيبكي على أورشليم. لك لما اقترب من المدينة بكى عليا. هو مش بيقول هوذا بيتكم يترك لكم خرابا وهو متغاظ منهم وغضبان وعايز ينسفهم، لا لا، ده باكي عليهم بس بيحترم إرادتهم. هم اختاروا يبعدوا عنه، هم اختاروا يبعدوا عن حمايته، هم اختاروا ان هم يبعدوا تحت عن ظل جناحيه اللي هو بيحميهم. هيروحوا فين؟ هيروحوا فين؟ العدو مستني على الباب. ابليس عدوكم يقول كأسد يزأر ملتمسا من يبتلعه. اي واحد يرفض ربنا الشيطان مستنيه، مستنيه طبعا ياكله. اي واحد بيبعد عن ربنا الشيطان يطمع فيه، يطمع فيه، يقول ده صيدة كويسة، ده فريسة كويسة، ده ينفع لي اكله، لانه مفيش حماية. يعني هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، يعني انا هشيل ايدي وهسيبكم. مين اللي بيخرب؟ مش ربنا، عدو الخير يدخل حياة الانسان يخربها يتلفها يبهدلها. هو كده قال عنه ربنا يسوع في يوحنا 10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح وإيه؟ ويهلك. يسرق ويذبح ويهلك، يدمر، يهلك، ديستروي، ده شغلة الشيطان. هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، يعني أنا خلاص أنتوا رافضين إيدي تتحط عليكم، رافضين الحماية بتاعتي، رافضين محبتي. النتيجة إيه؟ النتيجة إن أنا هبتعد، لما هبتعد عدو الخير يفترسكم. لكن محبة ربنا ما تغيرتش وحنانه ما تغيرش أبدا. كنت بعرف حاجة حلوة قوي في أرمية، ولقيت الموقف بتاع أورشليم وقت إرمية بالظبط عامل زي موقفها أيام السيد المسيح وهو بيكلمهم بالظبط.
إرميا يمكن نعرف إن هو بيسموه النبي الإيه؟ الباكي. النبي الإيه؟ الباكي. يا ما بكى على أورشليم. مرة كان يقعد يقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي، قتلى الخطية، بعدت عن ربنا. زي السيد المسيح بيبكي على أورشليم. إرميا قبل السبي والسيد المسيح قبل خراب أورشليم، نفس الأحداث. إرميا قبل السبي إيه اللي حصل؟ قال لهم يا جماعة امسكوا في ربنا، ما ينفعش إن كنتوا تتظاهروا إن كنتوا بتعيدوا في الهيكل وتهيصوا وإنتوا إيديكم مليانة دم وإنتوا بتظلموا وبتقتلوا تسفكوا دم وبتيجوا على الفقير والغلبان والأرملة، لازم تتوبوا. نزلوا فيه بهدلوه شتموه ضربوه، مرة رموه في بير في الطينة كانوا يقتلوه لولا ربنا بعت له واحد أنقذه. بهدلوه، قال لهم السابية هيجي، يقولوا له انت عامل زي البومة عمال تدعي علينا. يا جماعة مش بدعي عليكم، كل ده هيصير خراب لأن أنتوا مش طيبين، أنتوا بعيد عن ربنا، أذنكم غلفاء مش بتسمعوا صوته، لازم تتوبوا، ما تكتفوش بالمظاهر، وربنا يبعت رسائل على لسانه ويقول له شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية وحفروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء، يعني مية بتتسرب منها لا تروي ولا تريح ولا تفرح. سابوا ربنا بالظبط اللي حصل في عهد أرميا قبل المسيح ب 670 سنة ولا 600 حاجة، 650 سنة. لا، زي ما السيد المسيح دلوقتي بيبكي على أورشليم. وأرميا عملوا معاه إيه؟ عملوا معاه نفس اللي عملوه مع السيد المسيح. كان بيوعظهم، كان بيبكتهم، كان بيحذرهم من السبي القادم، لكنهم رفضوا كلامه وكرهوه وأهانوه وعذبوه. وفي الآخر جه السبي وهو فضل هو وبعض الناس الغلابة الكبار في السن في أورشليم، خدوه بالعافية غصب عن عينه وراحوا بيه على مصر، مع أنهم قال لهم اوعوا تتحركوا، قدموا توبة ربنا يحميكم ويرجع لكم كل حاجة. قالوا له لا، نروح نحتمي في مصر وهتيجي معنا غصب عن عينه، وراح خدوه وقتلوه هناك في مصر بالظبط زي ما كرروه مع السيد المسيح. رفضوا كلامه، أهانوه وقتلوه. كانوا في وقت السيد المسيح مصابين بنفس الأمراض والبلاوي اللي كانوا أيام أرميا: كبرياء، حبة للمال، حبة للطمع وللفلوس، نجاسات، ظلم، قساوة قلب، نفس الأمراض هيها أيام أرميا وحصل السبي، أيام السيد المسيح وحصل، اتدمرت أورشليم في سنة 70 ميلادية ولم تقم لها قائمة، ومن يوميها واليهود اتفرقوا واتبعتروا وما عرفوش يبنوا الهيكل ده تاني، ولا خلاص كل حاجة انتهت والعبادة بتاعتهم توقفت. وبعدين كنت بقرأ كده في بعض أقوال الآباء، لقيت حاجات جميلة قوي كتبها العلامة أوريجينوس عن محبة ربنا لشعبه. هو بيعلق كده في المقدمة، عنده مجموعة عظات كبيرة المتوفر منها يمكن 22 عظة على سفر أرميا، تعليقات كده جميلة قوي. ففي المقدمة بيقول إيه العلامة أوريجينوس، اخترت لكم بعض مقتطفات كده أقرأها معاكم ونعلق عليها. بيقول إيه؟ بيقول: الله سريع في تقديمه للخير، بطيء في العقاب لمستحقيه، يعني للي يستاهلوا العقاب بيطول باله، وبالرغم من أنه قادر على معاقبة اللي محكوم عليهم بدون أن يتكلم أو ينذر، يعني يدي حكم على شخص وخلاص،
من غير ما يكلمه. لا، ده يكلمه ويحذره، ده دليل ان هو مش عايز يعاقبه، عايز الشخص ده يغير سلوكه. إلا أنه لا يفعل شيئا من هذا، أنه هو يعاقب على طول، بل بالعكس، فإنه عندما يحكم فإنه يتكلم أولا، على اعتبار أن الكلام وسيلة تحذيرية لرفع العقوبة عن المحكوم عليه. كأن ربنا عادل، لكن مستني أن احنا نتوب، ولو الإنسان تاب ربنا يرفع عنه الحكم. بعدين بيقول إيه العلامة أوريجينوس؟ بيقول أنا عندي أمثلة كتير في ذهني، وحط الحقيقة أمثلة كتير، أنا اخترت بس مثل واحد بتاع أهل نينوى. بيقول أهل نينوى كانوا يستحقوا الموت، طب أنت بعت لهم واحد ليه؟ طب ما تموتهم وخلاص. بعد 3 أيام تنقلب المدينة، خلاص هتهلك. طب خلاص ما تموتهم. قال لا، أنا بحبهم، دول غاليين عندي، دول يا رب مش يهود، دول أمم. قال لا، مش دول خلقتي؟ مش دول مخلوقين على صورتي؟ فراح بعت لهم يونان، نبي يهودي. ويونان لف البلد في يوم، كان شاطر في الكرازة، وقال لهم بعد 3 أيام هتنقلب المدينة، جاي في 70 3 مش 40. فتابوا، ولما تابوا غفر لهم ورفع الحكم عنهم. بيقول لم يشأ الله توقيع حكمه على نينوى دون أن ينطق، من غير ما يديهم فرصة للتوبة ومجال للرجوع. وعلشان تابوا اتمتعوا بالرحمة الإلهية برضو كده مع أورشليم. ربنا حكم عليها بسبب خطاياها في عهد إرميا، وكان الحكم هو تسليم أهلها للسبي. ومع ذلك فحين جاء وقت السبي، شو بيشرح إزاي، دي جت في إرميا وأوريجينوس بيعلق عليها، بيقول أرسل الله بحبه ورحمته هذا النبي إرميا قبل السبي حتى يعطي الفرصة لمن يريد أن يفكروا ويتوبوا بسبب كلام النبي. بعت لهم إرميا مع أن خلاص الحكم صدر، لكن بعت لهم إرميا عشان يتوبوا، ويمكن ربنا لما يلاقيهم تابوا على طول بيرفع الحكم. فيمكننا القول أن السبي قد تم بعد أن نصح الله الناس لكي يتوبوا. وعندما بدأ السبي كان إرميا ما زال يتنبأ، عمال برضو يكلمهم ويحثهم على التوبة، وكان يتكلم بهذا الكلام تقريبا: ها أنتم قد أصبحتم مأسورين، لكن حتى في هذا الحال توبوا، حتى إذا ما توبتم فإن آلام السبي لن تستمر طويلا ورحمة الله تأتي عليكم. يعني حتى الإنسان لو تعاقب وتاب ربنا يرفع عنه وربنا ينهي الفترة دي. شوفوا قد إيه ربنا حنين، محدش يفتكر إن ربنا مش فارقة معاه إن إحنا نهلك، محدش يفتكر إن ربنا يقول هو إذا بيتكم يترك لهم خرابا يعني رفضنا ورفض شعبه، أبدا أبدا. وبعدين أوريجينوس برضو ياخد الكلام، معلم هايل أوريجينوس، يطبقه، بيقول علينا إحنا بقى، خلاص اتكلمنا على إرميا وعلى أورشليم وعلى السبي، لا، يوجد شيء مشابه بالنسبة لنا أيضا. فإن أخطأنا فإننا نصبح نحن أيضا مسبيين. اللي بيغلط ده عبد للخطية، من يعمل الخطية هو عبد للإيه؟ للخطية. أي شقاء عظيم أن يخطئ الإنسان فيسلم إلى الشيطان، أما يغلط خرج بعيد عن ربنا ورفض ربنا الشيطان يستلمه. الذي يسبي ويأسر النفوس التي تخلى عنها الله. وبعدين بيقول ليس بدون سبب يترك الله هؤلاء الخطاة، عشان ما حدش يعني يلقي باللوم على ربنا، يعني ليس بدون سبب يترك الله هؤلاء الخطاة. راح جايب المثل اللي اتذكر في إشعياء 5، كنا لسه بندرسه الجمعة اللي فاتت في درس الإنجيل. بيقول إن ربنا عنده كرم غرسه من أجود الأنواع وعمل فيه برج ومعصرة وسياج حوطه، وبعدين انتظر أن يصنع عنبا فصنع شوكا. وبعدين ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه؟ أقول لكم أعمل إيه، هنزع السياج، أهم حاجة الحماية بتاعت ربنا دي، هي دي اللي حميانة، وربنا حمينا تحت ظل جناحيه. لو نزع السور ده الفنس
حوالين الكرم، يبقى الكرم ده نهب. الناس تيجي تدوس وتبهدله، يتنهب ويتبهدل هكذا. بيقول كده العلامة أوريجينوس، بيقول ليس بدون سبب يترك الله هؤلاء الخطاة، فإنه يرسل المطر على الكرمة ثم لا تعطيها هذه الكرمة سوى شوكا بدلا من العنب. ينفع بدل ما تطلع عنب تطلع شوك؟ ماذا يفعل بها الله إلا أن يأمر السحب بألا تمطر عليها. قالها كده دي في إشعياء 5. إذن فنحن أيضا مهددون بالسبي بسبب خطايانا إن لم نتب. يتقطع عننا المطر الإله، يتقطع عننا التعزية ونبقى مش في سلام أبدا، يتقطع عننا عمل الروح القدس، تتقطع عننا النعم. يقول لك أنا هأمر السحاب إن هو ما يمطرش عليه تاني بقى، ما دام بيطلع شوك ما مش بيطلع عنب. نفهم من الكلام ده إيه؟ نفهم من الكلام ده إن ربنا محبته ما بتتغيرش وما بتنقصش أبدا، وإنه بيترجى خلاصنا بطول أناه، ولما نعاند يبكي على بابنا، يبكي علينا لأنه بيحبنا، يبكي علينا. ولو رفضناه للآخر هيقول خلاص أنا هسيبكم، والشيطان هيبهدلكم، هيخلي حياتكم خراب، وذا بيتكم يترك لكم خرابا. ولو الإنسان انتبه وكان شاطر وقال لا ده أنا مكسبي الأعظم هو أن أنا أبقى في حضن ربنا، وأن هو يحوط علي ويحميني، وأن أنا أتمتع به وبرعايته وأرجع لربنا وتوب، ياخدني في حضنه، ياخدني تحت جناحيه، أتمتع تحت جناحيه بالأمان. بالأمان عدو الخير ما يقدرش يمسني ولا يقدر يجي ناحيتي ما دام انا تحت جناحي المسيح. اتمتع بالامانه، اتمتع بالفرح، اتمتع بالسلام، اتمتع بدفء المحبه الالهيه. هو ده اللي ربنا جاي علشان، جاي يجمع مش جاي يفرق، وعايز كل واحد فينا يتمتع بحضنه ويجمع معاه، عشان كلنا نتجمع في حضنه، كلنا نتجمع في ملكوته، كلنا ما يكون ما فيش واحد مننا يهلك، فيش حد مننا يخيب من النعمة زي ما قال قديس بولس الرسول، يخيب من النعمة. نعمة موجودة وهو ما خدش حاجة، هو طلع الفاضي وراح شيطان بلعه. ربنا يدينا هذه النعمة. احنا ختمنا رحلة ونبتدي رحلة جديدة من بكرة نعيش فيها مع المسيح يوم بيوم، خطوة بخطوة، ساعة بساعة، ودقيقة بدقيقة، وحدث بحدث. نفسي الأسبوع ده يكون بالنسبة لنا مكرس بقدر طاقتنا، مكرس بالكامل للمسيح، نتمتع به، نقوله مش هنسيب حضنك، مش هنخرج من تحت ظل جناحيك. اللي بيخرجوا حياتهم بتخرب، اللي بيبعدوا عنك ويمشوا ورا الشهوات ورا العالم ورا أمور العالم وشهواته حياتهم، عدو الخير مش هيرحمهم، ما عندوش رحمة، ما عندوش رحمة، بيبهدل الناس، يستعبدهم، يفقدهم كل حاجة، يفقدهم سلامهم ويفقدهم كل البركات اللي في حياتهم. لكن احنا ملناش غيرك يا رب، هنيجي تحت ظل جناحيك وواثقين ان عندك الحماية وعندك السلام وعندك الغنى الحقيقي والفرح، وعندك نحس ان احنا محبوبين، وايضا نتمتع بهذا الحب معاك مش بس على الأرض، لكن نكمل ننمو في محبتك إلى الأبد. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين. من يوتي